أهلا بكم مشاهدينا. الضاحية الشرقية للعاصمة العراقية بغداد، حيث مدينة الصدر كانت اليوم مقصد الألاف من مناصري التيار الصدري، وذلك تلبية لدعوة زعيمها مقتدى الصدر لإقامة صلاة الجمعة الموحدة. حدث تابعه الوسط السياسي العراقي بترقب وحذر شديدين وسط استنفار أمني لقوات الجيش والشرطة بدأ مبكرا لتأمين مداخل ومخارج مدينة الصدر مع نشر وحدات أمن إضافية داخلها. ووفق مراقبين فإن دعوة الصدر جاءت لإظهار قوة تياره، خصوصا بعد استقالة نوابه 73 من البرلمان في حزيران يونيو الماضي، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على خصومه السياسيين. ومن هنا نتساءل مشاهدينا، ما الرسالة التي أراد الصدر توجيهها من خلال إقامة صلاة الجمعة الموحدة؟ وإلى أي مدى أربك تحريك الصدر للشارع العراقي حسابات منافسيه السياسيين؟ وهل يؤثر الحراك الصدري على سير عملية تشكيل الحكومة العراقية المتوقفة؟ نتصرف احنا ونوصله الى تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أقام الآلاف من مؤيديه صلاة الجمعة الموحدة في بغداد، وذلك وسط أزمة سياسية عميقة عقبت الانتخابات الوطنية في البلاد، خاصة أن الصدر لا يزال مؤثرا إلى درجة كبيرة في العملية السياسية ومسار تشكيل حكومة جديدة رغم انسحابه من البرلمان. وشكل أنصار الصدر لجانا لتنظيم إقامة صلوات موحدة على أن تكون البداية من هذه الجمعة في بغداد وغيرها من المحافظات، فيما نظم الحدث وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ وضعت نقاط للتفتيش والتحقق من الأوراق الثبوتية من قبل عناصر في التيار الصدري. ووفق مراقبين فإن دعوة الصدر جاءت لإظهار قوة تياره، خصوصا بعد استقالة نوابه 73 من البرلمان في حزيران يونيو الماضي، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على خصومه السياسيين. ومنذ أن أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة قبل 10 أشهر، يعجز التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي عن الاتفاق على صيغة تخرج البلاد من المأزق السياسي وتشكيل حكومة. وخلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت بمدينة الصدر، دعا زعيم التيار إلى حل جميع الفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة وإبعادها عن المناطق التي تم استعادتها من داعش، مشددا على أنه لا يمكن تشكيل حكومة قوية مع وجود سلاح منفلت. وطالب الصدر بعدم تولي من أسماها شخصيات سياسية مجربة مناصب في الحكومة الاتحادية المقبلة. كما دعا الصدر الكتل السياسية للالتزام بإخراج ما تبقى من القوات الأمريكية من البلاد عبر الطرق الدبلوماسية والبرلمانية. وتأتي هذه الصلاة إحياء لذكرى صلوات كان يقيمها كل جمعة محمد الصدر والد مقتدى، تحديا لنظام صدام حسين الذي اغتاله في العام 1999. أرحب بضيوفي من بغداد، دكتور سنان السعدي محلل ومراقب سياسي مستقل، وأيضا ضيفي من بغداد دكتور مجيد العقابي رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح. ضيوفي أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج وقفة مع الحدث وحدثها العراقية اليوم تحديدا، ونتحدث عن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لصلاة مناصريه طبعا لإقامة صلاة الجمعة الموحدة. بداية، ما أسباب هذه الدعوة في هذا التوقيت تحديدا، والرسائل التي تقف خلفها والموجهة تحديدا لبعض الجهات الأخرى؟ دكتور سنان. عفوا، ما كنت أتوقع السؤال موجه لي. في البداية تحية لك وضيفك الكريم والمشاهدين الأكارم، والشكر موصول إلى قناتكم الموقرة. جاءت هذه الصلاة الموحدة هي تلبية لنداء السيد الصدر من أجل حث القوى السياسية على تجاوز
خلافات الشخصية والمطامع والمكاسب الشخصية مقابل الهوية أو المشروع الوطني العراقي. فهذه الصلاة حقيقة هي فيها أكثر من رسالة. الرسالة الأهم أن السيد الصدر قد تحرك بشكل جدي تجاه الشارع العراقي، وقد خرج من العباءة الطائفية كونه زعيم تيار سياسي شيعي إلى تيار وطني شعبي من خلال انضمام أبناء المحافظات السنية والأخوة الكرد إلى هذه الصلاة الموحدة. الرسالة أختي الكريمة هي حث القوى السياسية خصوصا الأخوة في الإطار التنسيقي على الإسراع في تشكيل حكومة من غير المجربين، وعدم المجيء بأي شخص سبق أن اشترك بالحكومة، لأن السيد الصدر يحمل القوى السياسية أخطاء والأخطاء والنكبات التي مر بها العراق من بعد تغيير النظام عام 2003 حتى اليوم. للعلم هو السيد الصدر في أغلب الحكومات كان مشترك، لكنه كان اشتراكه في بعض الأحيان غير كامل، منقوص، ينسحب ويترك العملية السياسية للأخوة السياسيين في الإطار التنسيقي أو القوى السياسية السنية والكردية. فالرسالة رسالة قوية ومهمة جدا، هي يجب تشكيل حكومة وطنية بعيدة عن التبعية وغير خاضعة لدول الجوار كافة وليست دولة واحدة. نعم. دكتور مجيد، أرحب بكم من جديد وشكرا على قبول الدعوة. يعني بداية، أهمية يعني هذا الحدث الذي حصل اليوم في العراق وتحديدا في الضاحية الشرقية للعاصمة العراقية بغداد، والتي ضمت العديد وحتى الألاف من مناصري التيار الصدري لنقل والشعب العراقي أغلبهم، بالتالي هذه الاستفاقة لنقل من جانب التيار تحديدا والشعب العراقي بشكل مجمل لنقل، كيف يمكن النظر إليه اليوم وتقييمه، ومبدأ أهميته بالنسبة للمشهد الحاصل داخل العراق خاصة في ملف تشكيل الحكومة، خاصة أن الحديث يتم والبعض يقول بأن هذا الحراك هو تهيئة من جانب الصدر لحراك من الممكن أن يكون شعبي ضد أي خطوة قادمة لتشكيل الحكومة من قبل منافسيه تحديدا الإطار التنسيقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولجميع أهلا بك جميع المشاهدين والأخ الكريم الضيف. الحقيقة أولا ليلة الجمعة التي تمت في هذا اليوم يوم الجمعة في بغداد، وتم دعوة جميع المحافظات العراقية لأن تكون تحت عنوان الصلاة الموحدة، هي ذكرى تأسيس إن صح لي التعبير أو فلنقل كل الذكرى السنوية التي قام بها السيد الشيخ الصدر والد السيد مقتدى الصدر من على منبر الكوفة، المسجد المعظم في النجف الأشرف. وبالتالي هي في بداية الأمر هي قضية دينية ليس سياسية. يمكن أن لهذه الصلاة كانت فيها خطبة حقيقة تم تداولها بعد أن انتهى الخطيب وانتهت الصلاة وذهب الناس إلى بيوتهم، صار هناك تصعيد على بعض الفقرات التي ذكرت فيها الخطبة، ولكن حتى هذا لم يكن مقصود من قبل الخطيب أو قبل السيد مقتدى الصدر الذي أشار إلى نقاط مهمة في الخطبة السياسية الثانية. ما أود قوله أن السيد مقتدى الصدر عرف بأنه إذا أراد أن يتحرك سريا أو كانت لديه رغبة للإطاحة بهرام أو أن تكون له بصمة في عملية تدوير يعني بعض الأشياء لها مدخلية في السياسة، هو صريح وواقعي وواضح. المشكلة اليوم أن الحكومة بصراحة يعني هي في مرمى الإطار، والمجموعة المتشكلة تحت عنوان الإطار من الصعب جدا أنها تقوم بتشكيل الحكومة لعدة أسباب طبعا قانونية ودستورية وحتى فنية. سيد مقتدى الصدر بعد أن خرج بانتصار كبير من خلال يعني انسحاب أو وصوله عفوا ب 73 نائب إلى البرلمان، من ثم انسحبه هو ونوابه من البرلمان، دلالة أنه ترك السياسة لهم، لا أقول ترك العراق، إنما هو الآن يريد أن يضعهم كما يقال يعني أمام في الواجهة، وقال لهم تفضلوا
وإذا كانت لديكم إمكانية لتشكيل حكومة أو إدارة شؤون البلاد والعباد تذهبوا إلى ذلك. ما أود قولي أن قضية التصعيد، أنا قبل يوم كنت في لقاء وقلت أنه لا يوجد يوم الجمعة أي تصعيد عسكري ولا أي صدام ولا يوجد إهالة يؤجل لها بعض الإعلاميين أو المحللين السياسيين الذين حكفوا على السمع وليس لهم تراكم سياسي أصلا. يعني قراءة المشهد اليوم هي قراءة طبيعية، تعودنا في كل سنة أن تكون هنالك أحياء أو يكون هنالك أحياء لذكرى السنوية لصلاة الجمعة، وهذا المشهد المليوني طبيعي جدا بالنسبة للتيار الصدري، لأنه التيار الصدري هو أكثر الجهات القادرة على إخراج المليونية أو المظاهرات إذا كانت أو صلاة، ولا يوجد أحد في العراق غيره قادر على هذا المعلم، لأنه حتى لو استطاع الإطار أن يخرج الملايين فهم عبارة عن مجموعة من القيادات، لكننا نتحدث عن قيادة واحدة متمثلة بمختار صدر وبتيار واحد حتى تابع له بكل تفاصيله السياسي ونحو الدين. يعني كان كما تفضلتم حدث ديني وطبيعي وما إلى ذلك، ولكن تخلله نوع من الحديث عن السياسة ونقاط أخرى يعني تحدث عنها المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. ولكن دكتور سنان، كون أن الصدر تحدث بعد يعني استقالة نوابه بأكملهم لنقل من البرلمان عن أنه بجانب الشعب العراقي ومطالبه المحقة وما إلى ذلك من نقاط أخرى، يعني اتخاذ هكذا خطوة اليوم وما شاهدناه على الأرض في هذه إقامة هذه الصلاة لنقول من جانب زعيم التيار الصدري، هل يضع الكرة بملعب الصدر اليوم؟ كون أن الحديث يتم أنه لازال مؤثر يعني إلى درجة ما ودرجة كبيرة أيضا في العملية السياسية، موضوع مسار تشكيل الحكومة الجديدة وما إلى ذلك من نقاط أخرى. بالبداية أنا أثني على كلام الأخ الكريم دكتور مجيد، أو كلامه واقع جدا، لكن أختلف معه بنقطة واحدة، والاختلاف في الرأي لا يفسد في الود القضية. الخطبة كانت أغلبها خطبة سياسية، نعم هي صادفت في ذكرى أحياء أول صلاة جمعة من قبل الشهيد السيد الصدر، لكن هي كانت خطبة سياسية موجهة لجهتين، الجهة الأولى الإطار التنسيقي والجهة الثانية هي الشعب العراقي. أما فيما يتعلق في سؤالك سيدتي العزيزة، الصدر خارج العملية السياسية، داخل العملية السياسية هو شخص مؤثر، والسبب أن التيار الصدري مجنون إنجاز التعبير في إطاعة آل الصدر والسيد مقتدى الصدر الذي ورث هذه الطاعة عن والده الشهيد رحمه الله السيد الصدر الثاني. فما حدث هو اليوم أن السيد أعلن جهوزيته لتحريك الشارع في حال عجز الإطار التنسيقي عن تشكيل حكومة ضمن النقاط العشرة اللي بالحقيقة أنا طرقت لها في قناة السومرية اليوم، هي أشبه بمشروع سياسي متكامل، فحدد الإطار الذي يجب أن تقوم عليه الحكومة القادمة ضمن هذه الشروط، والعلم هذه الشروط بها بعض الشروط التعجيزية اللي هي مثل ما نقول العصا التي سوف يعني توقف عجلة الإطار التنسيقي، من ضمنها مثلا حل الفصائل وال حصر السلاح بيد الدولة، هذا الموضوع هو أكبر من قدرات الحكومة العراقية، لأن هذه الفصائل مثل ما تعرفين ويعرف الضيف الأخ الكريم والجمهور مدعومة من دول إقليمية، وأمر حلها هو مو بيد أي حكومة أي سلطة عراقية. فاليوم السيد الصدر أعلن جهوزية الشارع في حال عجز الإطار، وبالمناسبة بالسياسة ما عندنا فتشي مستحيل، السيد الصدر وضع شروط أو الأخوة في الإطار التنسيقي هم ما تنقصهم الحكمة، مجرد يتنازلون عن الطموحات الشخصية ويغلبون المصلحة الوطنية يقدرون يتجاوزون هذه المرحلة. المطلوب وجوه جديدة غير ملوثة بعمليات الفساد وعمليات النهب التي أرجعت العراق إلى سنوات طويلة إلى الوراء. حتى هذه اللحظة السيد الصدر ما أعتقد هو عائق في تشكيل الحكومة، ولا يريد يظهر بمظهر الشخص الذي يعرقل الاستقرار
السياسي في العراق، لأنه العراق حاليا يمر في أزمة داخلية، ومع الأسف هذه الأزمة الداخلية هناك ما أبعد منها وأخطر منها هي الأزمة والتطورات الخارجية، فعلى الساسة أن يتنازلوا يعني ويغلبون المصلحة الوطنية من أجل يعني المرور من هذه الأزمة. أما تغليب المصلحة الوطنية دكتور سينان تحديدا، ولكن إن لم كون أن الحديث يتم عن السلاح المنفلت وتأثيره الكبير بشكل أو بآخر على المشهد بأكمله، كون الحديث يتم بأن عدم يعني إنهاء هذا الموضوع بشكل نهائي قد يكون له تأثير على العملية، عملية تشكيل الحكومة، ويعني حتى سير هذه العملية تحديدا وإلى أين من الممكن أن تتجه. بالتالي يعني موضوع تشكيل الحكومة سوف يعني يكون مؤجل إلى يعني قد يكون أمد بعيد نوعا ما، أم سيتم تشكيله ولكن بإرادة تلك الجهات التي تسيطر على يعني هذه النقطة تحديدا، إن كان موضوع الفصائل أو حتى ملف السلاح المنفلت. سيدتي الكريمة، مثل ما تفضلتي، السلاح المنفلت وتسليم الأسلحة من قبل الفصائل هو يعني شرط تعجيزي جدا، لكنه بالسياسة دائما نطمح لوجود حلول وسطية. بعض الأحيان ما نقبل يعني الحل الوسطي يكون مقنع ومرضي لكل الأطراف. إحنا اليوم مشكلتنا سيدتي العزيزة عدم وجود انعدام الثقة بين الشركاء السياسيين، وهذا دخلتنا في نفق مظلم أدى إلى تلكؤ وتراجع في الأداء السياسي العراقي. فالسيد الصدر أدلى بالدواء، يبقى الأخوة في الإطار التنسيقي عليهم أخذ ما يمكن تطبيقه، لأنه هم بكل الأحوال ما ملزمين بتنفيذ كل طلبات السيد الصدر، لأنهم من نوع المعتز بنفسهم وأصحاب تاريخ سياسي في العراق، فبنفس الوقت هم يحاولون يحافظون على شخصياتهم المعنوية أمام جمهورهم. نعم تماما. دكتور مجيد، بالنسبة للشروط، شروط يعني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي يقول ضيفي ووصفها بأنها شروط تعجيزية نوعا ما، يعني هل بإمكان أو هل هناك إرادة من جانب الإطار التنسيقي فعليا لتنفيذ هذه الشروط ولو بعدها، أم يعني هل هناك حتى أي حلول وسطية قد يكون أو قد يرضي جميع الأطراف اليوم في هذه الأزمة، لنقول أزمة تشكيل الحكومة؟ تسريبه هو لا يوجد هناك شروط تعجيزية، لأننا إذا تحدثنا عن شروط تعجيزية في اللغة التعجيزية تلك التي تفرق العادة ولا يقبل الإنسان على الإمكان بها. نحن نتحدث عن إرادة في قبول هذه الشروط، في القيام بتغيير ما حل في هذا البلد. الشروط التي وضعها في مقتدى الصدر قبل أن ينسحب من البرلمان هي شروط طبيعية جدا، مركزية المرجعية، حل الفصائل التي هي غير منضوئة تحت عنوان الحزب الشعبي المجاهد، وكذلك عملية الشراكة لا تكون ضمن خلطة العطار كما أسماها، إنما هو طلب أن تكون هنالك حكومة تتحمل المسؤولية، وهذا شيء جيد. نحن ليس بعيد عن المجتمع الدولي والدول المحيطة بنا، المنطقة اليوم فيها السيسي، المركزية في مصر الآن بدأت تنتج الدولة أو الجمهورية الجديدة كما أسماها. من أين جاء ذلك الإبداع في مصر؟ هل هو لأن مصر مثلا تتكل على حضارتها؟ نحن أصحاب حضارة العراق. لا، القضية ليست هكذا، القضية أن هنالك مركزية، المركزية سمحت له بأنه من دون عراقيل وتدخلات ومحاصصة ومن دون إرضاء هذا وذاك، استطاع أن يبني وإن كان يحتاج وقت. المهم أن في مختصر طالبهم أن يأتي أحد يتحمل مسؤولية في إدارة ملف الحكومة، ولا تكون فيها شراكات على حساب الأغلبية. كذلك هو طالب بالأغلبية الوطنية التي هي بعيدة عن المذهبية، وبالنتيجة لا يوجد شيء اسمه شروط تعجيزية. حتى اليوم الشروط التي أو النقاط التي ذكرت، بالمناسبة أنا أصر أن هي صلاة الجمعة فيها خطبة دينية وخطبة سياسية، لكن بعد مثل ما نعبر هو هذا الإعلام،
فيستفيد من هذه الولاية كيف يشفع للساحات الإعلامية. مع وقت لأنه هذه الخطبة طبيعية في كل جمعة، تغريدات في مقطع صدر مستمرة يوميا غير منقطعة، هو يعني يتحدث بملء الفم ويكتب بقلم واضح جدا ما يريده ينشره يوميا. كل ما هنالك أنه في هذه الجمعة لعله استغل حضور الجميع يعني. طيب دكتور مجيد، يعني عذرا على المقاطعة في هذه النقطة تحديدا والتركيز على نقطة يعني حل الفصائل لنقل المتواجدة في العراق أيضا والتي تدار من جهة معينة، جهة دولية وأقليمية لنقل معينة، إضافة إلى ملف السلاح المنفلت وإنهائه، يعني متى من الممكن تنفيذ هذا الشرط تحديدا وإنهاء كل ذلك يعني فعليا، كون أنها يعني تؤثر نوعا ما بشكل وبآخر وكما يقول الجميع على لنقل يعني خاصة الحكومة وقراراتها وما إلى ذلك من نقاط أخرى، يعني أليس ذلك أفضل بالنسبة للعراق؟ لا، هو قضية حل الفصائل احنا حتى نفرق، لأن هنالك خلط في المفاهيم كذلك، والبعض حتى اليوم لما ذكر الحشد في الخطبة كانت المقدمة في الثناء عليه، ومن ثم عندما ذكر الخطيب قال أنه لا يوجد من الحشد على المناطق التي تم تحريرها، هذا كلام طبيعي جدا يعني، لكن وللأسف تم استغلال هذه العبارة المفردة وتصعيد الموقف من قبل بعض المريدين للفتن كما يقال، أو الذين يزرعون الفتنة في البلد، وقالوا أن السيد مختار صدر أو التيار أو ما شاكل هو هنا يسيء للحشد. أنا أؤكد لك على العكس تماما، يعني هنا لم نحدد نحن أيضا يعني الحشد الشعبي بالحديث عن الفصائل دكتور مجيد تحديدا، ولكن بشكل يعني عام نتحدث هنا. طيب أنا قلت حتى أوضح من خلال السؤال حضرتك، نعم، أن هنالك حتى العتبات، أن حتى المرجعية فصلت ما بين حشد العتبات والحشد العقار الذي هو محترم كذلك ومقاوم. ما أود قوله أنه الفصائل غير الحشد الشعبي، هنالك فصائل ليست معروفة مثل ما هي يعني تعرفونها أنتم ونحن، لا، هنالك كثير من المجاميع المسلحة، هذه المجاميع المسلحة بحجة الفصائل والمقاومة لعلها تمتلك سلاح وتسبب انهيار للمجتمع. بالنتيجة لابد أن يكون هنالك استباب أمن اجتماعي، وحتى نخرج من تهديد السلم الاجتماعي وحتى لا نعود إلى الطائفية، تمت عملية طرح هذه النقطة من قبل، إذا كانت المفاوضات السابقة السياسية أو حتى إذا كان اليوم يعني عندما يقول لهم السيد مختار صدر على الحشد أن يضبط نفسه ويخرج المنتمين الفاسدين أو الغير جيدين، وماذا يريد؟ ولم يقل للحشد أن الحشد لم يقاوم، لم يقل له أنه دكتور مجيد عفوا سأقوم بفك الحشد، إنما يقول نظفوا أنفسكم من الداخل، هذا الإنسان طبيعي. طيب تمام. بالتالي دكتور سينال، كون أن الحديث الآن يتم من جانب يعني بعض الجهات المتواجدة والأطراف والشخصيات في الإطار التنسيقي بقرب تشكيل الحكومة، يعني حسب حديثها من كان صحيح أم لا، إلى أي مدى هذا التحرك أو هذا الحدث اليوم يعني أربك نوعا ما حسابات منافسي الصدر في المشهد؟ هذا ذكرها مشكور الأخ الدكتور. فعلا هناك من يحاول أن يستغل مقولة ذكرت اليوم أنه لا فضل للحشد الشعبي على المناطق المحررة، هناك بعض المأجورين حاولوا يستغلون هذا التعبير من أجل خلق فتنة. بالمختصر المفيد، السيد الصدر حاول أن يقول لا فضل لعراقي على عراقي، هاي يعني حتى أوضح الصورة. فيما يتعلق بسؤالك أختي الكريمة، مثل ما تفضلتي الأخوة في الإطار التنسيقي هم يعني ذكروا أنه راح يدخلون بمفاوضات نهائية وجدية من أجل تسريع في تشكيل اختيار رئيس الوزراء من أجل تجاوز هذه الأزمة، وفعلا هم جادين بالحوارات. خطاب السيد الصدر من شأنه أن يعجل، لأنه الشعب العراقي بعد ما يتحمل أكثر من هذا الوقت، هذه أكثر دورة انتخابية تأخر فيها اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فأعتقد هناك
راح يكون تسريع في عملية الاختيار، أو حتى الأخوة في الإطار التنسيقي أخر وإعلان من وجهة نظري كمستقل، أخر الإعلان عن اختيار رئيس الوزراء حتى انتهاء الصلاة الموحدة، من أجل أن يقفوا على آخر التطورات التي سوف تخرج بها هذه الصلاة. نعم، فأتوقع هناك إعادة تفكير جديد من قبل الإطاريين بعد الخطبة، أنه لا مجال أو لا وجود لأي شخص مجرب سابقا ومشترك في العملية السياسية، وإنما يجب أن يقدموا وجوه جديدة مقبولة غير ملوثة من شأنها أن تمر من خلال البرلمان والشارع العراقي. طيب دكتور مجيل، بأقل من دقيقة، يعني مع هذا التحرك الصدري، ما هو مستقبل الحكومة المقبلة العراقية؟ يعني أنا رأيي أن هذه الحكومة الحالية سوف تتمدد، لا يوجد هنالك على الفترة القادمة تشكيل حكومة، وكل الموجودين سوف ينتهي وضعهم الرئاسي بالانسداد، ليس فقط الانسداد بل بالتغيير الشامل. إذن تتحدثون عن حكومة ممكن قد تكون انتقالية، كما يعني تحدث جهات من جانب الإطار التنسيقي أيضا. هذا خيار الإطار أن يكون هنالك حكومة انتقالية، وبالتالي هو هذا الانسداد، إذا لا يستطيعون أن يشكلوا حكومة. هذا ما قلناه. طبعا أنا بالمناسبة حتى أوضح أنا لست ناطق باسم أحد، إنما هذه قراءة المشهد لوصفي، أنا أرافض لهذا الوضع. وحتى الصلاة اليوم عندما ذهبت لهذا وصفي عراقي، دعيت إلى أن أؤدي نداء الله سبحانه وتعالى، وسمعت الخطبة بدقة عالية. ما أود قوله بالثواني الأخيرة أنه على جميع العراقيين أن ينتمون للعراق وتكون قراراتهم عراقية، حتى يستطيعون أن يخرجوا من هذا المأزق. كل من كان يتلاعب بنا من خلال خارج الحدود لابد أن يتفاخر ويعود إلى هذا البلد. أشكركما جزيل الشكر على كل ما تفضلتما به في حلقة اليوم. ضيوفي من بغداد الدكتور مجيل العقابي، رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح. أيضا أشكر ضيفي من بغداد على كل ما تفضل به من إيضاحات، الدكتور سنان السعدي، محلل ومراقب سياسي مستقل. في الختام أشكركم مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة. إلى اللقاء.